يقول الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه: واستغفروا. ويقول سبحانه: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. التوبة هي الرجوع من معصية الله إلى طاعته، وهي واجبة من كل ذنب، سواء كان الذنب مما يتعلق به حق الآدمي أو حق الله تعالى. فواجب على كل مسلم وعلى كل أحد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، أن يتوب إلى الله من الكفر إلى الإسلام، وأن يتوب إلى الله من المعصية إلى الطاعة، وأن يتوب إلى الله من البدعة إلى السنة، أن يتوب إلى الله من ظلم العباد وأخذ حقوقهم إلى ترك ذلك ورد الحقوق التي في ذمته لأهلها. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس توبة، مع أن الله سبحانه وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أخرج مسلم في صحيحه عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من هو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يستغفر في اليوم ويتوب إلى الله أكثر من 100 مرة، فكم نحتاج من توبة؟ والله سبحانه وتعالى يحب التوابين. قال الله سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والله تعالى يفرح بتوبة التائبين، فقد ثبت في الصحيحين عن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه. وفي رواية مسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته. فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فتأمل يا عبد الله فرح هذا الرجل، كيف أنه قد غشي على عقله من شدة الفرح، فنطق بكلمة الكفر وهو لا يشعر من شدة الفرح، ولا يؤاخذه الله جل وعلا لأنه قد غطي على عقله. فالله سبحانه وتعالى أشد بفرحا بتوبة عبده من هذا براحلته. والملائكة يا عباد الله تستغفر للتائبين وتفرح بتوبتهم وتدعو لهم. قال الله جل وعلا: الذين يحملون العرش ومن حوله
يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك الفوز العظيم هذا من كرامة الله تعالى على التائبين أنه يسخر لهم الملائكة تستغفر لهم وتدعو لهم ومن كرامة الله على التائبين أن الله يسخر لهم أرضه وسماءه في الصحيحين عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة فقال لا فقتله فكمل به 100 ثم إنه سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينك وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم حكما فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة وفي رواية في الصحيح فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها وفي رواية فأوحى الله إلى هذه الأرض أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي وقال قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له وفي رواية فنأى بصدره نحوها فتأمل رحمك الله يا عبد الله كيف أن ملائكة الله ملائكة الرحمة ملائكة الرحمن ملائكة الرب الرحيم تخاصم وتتخاصم مع ملائكة العذاب في رجل قتل 100 نفس في رجل سفك الدماء وقد وهدرها ولكنه أقبل إلى الله تائبا ومع أنه لم يعمل خيرا قط ولكنه سعى في التوبة وسعى في نفسه للعمل الصالح فكان من أهل الرحمة ففي هذا عبرة وفي هذا موعظة لكل مسلم أن يسعى إلى ربه وأن يرجع إلى الله مقبلا إليه محافظا على الفرائض مقيما حدود الله مجتنبا محارم الله عبد الله إذا تاب المسلم من ذنبه وإن كان ذنبا دون ذنب فصدق في توبته فإن الله تعالى يقبل منه ويتوب عليه والتوبة الأكمل أن تكون توبة نصوحا أن يتوب المسلم من ذنوبه جميعا
ولكن يا عباد الله من الناس من يوسوس لهم الشيطان فيوحي لهم أن الله تعالى لن يقبل لهم توبة ما داموا واقعين في شيء من المعاصي، وهذا من كيد الشيطان ووسوسته كي يصرف المسلم عن الرجوع إلى الله. والله سبحانه قال جل وعلا: إن الله يحب التوابين، والتوابون هم من يتوبون ثم يذنبون ثم يتوبون ثم يذنبون ثم يتوبون ثم يذنبون، وهكذا يتبعون كل ذنب توبة فهم توابون. فالله يحبهم لأنهم يرجعون إليه ويؤوبون إليه. فتب إلى الله يا عبد الله، واعلم أنك إن صدقت مع الله في ذلك فإن الله سوف يوفقك للقبول، وسوف يوفقك للكمال بإذنه سبحانه وبرحمته جل وعلا. إن للتوبة وقت محدد، فالواجب على المسلم أن يبادر بالتوبة قبل انقضاء وقتها. ووقت التوبة هو فسحة العمر، فما لم تغرغر الروح وتبلغ الحلقوم ويأتي ملك الموت فإن الله يقبل التوبة عن عبده. أخرج الترمذي وحسنه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقبل التوبة، إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ومن وقت التوبة أيضا أن يتوب المسلم قبل طلوع الشمس من مغربها، وهذه من علامات الساعة الكبرى. أخرج مسلم عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فتوبوا يا عباد الله، واقرنوا التوبة بالإقلاع عن الذنب والبعد عن أسباب الوقوع فيه والندم على المعصية والعزم على عدم العودة إليها. ومن التوبة أن ترد أيها المسلم الحقوق التي في ذمتك للغير، فتردها إلى أهلها وتستغفر الله من ذلك، وتستميعهم وتطلب حلهم، لأن الذنوب المتعلقة بالخلق لا تسقط ولا تغفر إلا بردها برد الحقوق إلى أهلها وطلب حلهم. فتوبوا إلى الله غافر الذنب وقابل التوب، فإنه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فالتوبة أمرها عظيم وأجرها كبير، وثمرتها ظاهرة في الدنيا وفي الآخرة. واحذر رحمك الله يا عبد الله من تأخير التوبة وتسويف الأمر، فإن الأمر خطير، فقد يوافيك الأجل وأنت على معصية الله عز وجل لم تتب منها، أو في ذمتك حق لأحد من المخلوقين. فاحذر من تأخير التوبة ومن تسويفها، فإن الأجل قريب، وإن الموعد بين يدي الله سبحانه وتعالى، والأمر خطير. وقد قال الله جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور
فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون هذا مآل من مات على الكفر نسأل الله العافية والسلامة ومن مات على معصية الله عز وجل فإنه لا يأمن من مكر الله عز وجل فإن الله عز وجل قد يعاجله بذنوبه ويعذبه بها ومن يطيق ساعة بل من يطيق لحظة في نار جهنم نسأل الله العافية والسلامة أقبل إلى الله يا عبد الله واعلم أن الله يقبل التوبة عن عباده واعلم وتأكد وتذكر واستشعر أنك فقير إلى الله سبحانه وتعالى فقير إلى الله أن يهديك الصراط المستقيم فقير إلى الله في طعامك وفي شرابك وفي كسوتك وفي ستر عيبك وفي مغفرة ذنبك فقير إلى الله أن تنال رحمته وأن ينجيك من عذابه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز فليرجع كل منا إلى ربه وليعاهد الله على لزوم أداء الفرائض والتزود من الطاعات وعبادة الله سبحانه وتعالى والصدق في التوبة عسى الله أن يدخلنا في رحمته وأن يعفو عنا بعفوه وأن يغفر لنا ولكم.